يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الوصية الرابعة: لا تلتفتوا يا عباد الله إلى من يحرض على ولاة الأمور ويشهر بأخطائهم على الملأ، على المنابر، في المحافل العامة، في الندوات، في الكتب والأشرطة، فإن أولئكم من أهل الأهواء ومن دعاة الضلالة ومن دعاة الفرقة. لو كانوا ناصحين كما يزعمون لاتخذوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه فيما صح من سنته. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه.